ها كيفك زعتر؟ لي خاطي سيك اشتريت لك الكبايات. الله يسلم ايديك، والله ما بدي اتعذب حالي. لك كم سيك شبك؟ خود خود كبن ايدي. كيفك؟ شفته شفته انصبح يا زلمه تا 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 لا سمو تا شو وين كاين؟ وانت شو دخلك؟ عم بسألك بتجاوب وين كاين ولا؟ لك سلوم؟ لا تكون شربان شي بدك تزت بلاك علي بآخر هالليل. أنا بدي زت بلاي عليه؟ أنا عم بسألك سؤال وبدك تجاوب عليه وبأدب واحترام. يا سيدي ما دخلك، ما دخلك فيه لا وين بروح ولا لوين بجي. عم بتقلي إلي ما دخلك؟ ليك احترم حالك مزبوط ولا تخليني أغلط فيك. ها لا يا سيدي غلط، بعدين مو عيب عليك أنت والدرك اللي معك تتصحصل وتضحك وهيك مثل النسوان؟ لك في عالم نايمة، في عالم مريضة، في ولاد صغار. على آخر زماني بقى يجي سمعه يعلمني العيب. أنا بعلمك وبعلم 100 واحد مثلك ولا؟ يا سيدي بعلمك وبعلم أهلك كمان أنا، بعدين مو عيب عليك شوارع اللي بوشك تضحك هيك؟ لك عالسمع ما عالسمع ما عالسمع ما عالسمع ما عالسمع والله نحن غلطنا ومنكم السماح. شوفي شو القصة؟ ما في شيء يا عمي ابو عصام، كنت ماشي انا والشباب وعم بمزح مع سمعه وقلت له لك وينك لك سمعه مو مبين. حرام تكذب سلوم، بعدين من امتى بيني وبينك في مزح؟ هلا شو صار سمعه احكي لنا. عمي ابو صافر كنت ماشي انا، صوت ضحكه وكركرته واصل لاخر الحاره. لا وفوق هيك عم يسالني وين كنت، ومن كلمه لكلمه صار اللي صار. لك انت شو بدك في وين ما كان يكون؟ لك شبكه شوفي شو القصة الله وكيلك يا سيدي، هجموا علينا مثل الجراد واخذوا منا البواريد كمان. اخذوا البواريد؟ اي والله يا سيدي. ايوه شو ابو جودات شو البواريد بترجعوها يا رجال، بس انت كمان بتفهم الدرك ما حلوه يعني يفوتوا على الحاره عم يتصاصلوا بصوت عالي ويزعجوا العالم، يحترموا العالم لانه العالم مو دبان. رجعوا لهم البواريد يا رجال، رجعوا لهم يا عم شباب. تمام سيك في بارودتي ناقصه سيدي. شو ها؟ ايه والله مو مبينه. ابو عصام وين البارود الرابعه الناقصه؟ وين الناقصه يا شباب؟ وين البارود الرابعه؟ رجعوها يا ابي، هدول من البواريد. رجعوا البارود الرابعه، رجعوا لهم البارود يا رجال، وكفى الله المؤمنين القتال. شيخي والله هدول هن. ابو عصام كلمه واحده ما في غيرها، راح اخذ الدرك ونرجع على المغفر، بس البارود الناقصه الرابعه بدي اياها، واذا ما رجعت البارودة انت بتعرف شو راح يصير. حركوا لك تيوس، حركوا يا حمير، العام ضربكم، حركوا لك. ماشي البارودة بترجع يا رجال. ما كانوا هن ثلاث بواري. يخرب بيتك على العمل، لا سمعان، لك العام ضربك يا بديش، لك هي بارودة بدك، لك هي عرضك، هي كرامتك، يخرب بيتك، لك شلون بياخذوها منا؟ لك بني رهدا، إذا بيصل الخبر للداخلية والله بينخرب بيتك. يستر على عرضك يا سيدي، شو تخبر الداخليه؟ اكو والله بينخرب بيتي هيك. خرب بيتك يضرب على راسك ما دخلني. اسمعوا لك، على كل اللي بيهمني هدول الرجال اللي اخذوا البارود والبارود كله مكتبي، فهمت؟ الله يسامحك يا سيدي، هيك عم تحكي معي؟ الله يسامحك. لا شو بفكرني صاحبك والفئه تحكي معي هيك؟ العم ضربك، لك يخرب بيتك هي عده عده. إيه لو تشوفهم كيف هجموا علينا، إيه والله ما عم نلحق لهم. ما عم نقدر نهجموا عليه، شايفينك تشدوش وخروج. لا حول ولا قوه الا بالله.
عمي ابو عصام بيستر على عرضك مشان الله. انا غلطت، انا غلطت ومنكم السماح، بس مشان الله الباروده، لك والله بينخرب بيتي. شد وجهك ولك احسن ما فك نيعك. ها امرك سيدي. شو ابو عصام؟ شو صار معه؟ بشو؟ بالباروده وهدول اللي ضربوا الدرك. روق ابو جودات، موضوع رجال بنحله بيناتنا، بس باروده ما في. ايوه، وليش بقى ما في؟ شو سمعت من ابو ظافر يا ابو جودات؟ ما في. شو يعني بتبالك ابو ظافر؟ شبك ابو عصام؟ انت بتعرف شو المشكله؟ بتعرف منيح؟ انا لحد هلا ما خبرت الداخليه. اذا الداخليه دردت الموضوع فيها خربان بيت، هي عهده انا باصم عليها، بصمته لهذا المضروب على قلبه وسلم عليها، وبالاخص انه طلعت من حارتكم وغابت الباروده، خطفوها هنيك. ابو جودات، الشباب اخذوا ثلاث بواري ورجعناهم. لك يا جماعه، هذا المسكين سلوم يخرب بيته شبكه. اخي رجعونا الباروده، قصه الشباب انحلها، بنزلهم كام يوم لعندي على النظاره، بنقول له الله معكم مع السلامه، بس هذا مصيبه المصايب، اذا حولته على القلعه راح ينزلوه على السيلوم، يعني انتهى الولد شبكه، مشان الملائكه حلها ابو عصام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعمي عليكم السلام. طمنا ابو عصام، طمنا شو صار؟ عمي البارودة عندنا بالحارة. ابو جودات عم يكذب عليك عمي ابو عصام؟ لا عمي، ما عم يكذب. ما عم يكذب؟ ايه ما عم يكذب، والبارودة عندنا. شغلي ما فيها كذب عمي، انا حاكي كلمة واحدة. قصة البارودة مو لعبة، مو شلون مكان هيك. ما بدنا عي، ما بدنا الفرنساوي يرجع يفوت بحجته على الحارة. ايوه، اللي شاف فطا يرجعها من حاله. هاي من الاخير، البارودة لازم ترجع على الكركون. الفرنساوي مو قليل، بكره بيعمل 100 قصة بسببها. 100 قصة بيساوي. شو بنساوي بحالنا؟ نجيب وجع الراس لحالنا نحن؟ احكوا. البارودة عندي عم بيصان. عندك انت لك ساعتها؟ ايه عندي عمي، عندي. انا لما شفتهم هاجمين على سمعو، والله اعلاتي ما حملوني، وقلت لحالي فوت دعوسهم كلهم يا ولد قش لفه. بس لما ما طلع بايدي قلت لحالي خذ الباروده يا زعتر وخبيها، وبس تشوف عمك ابو عصام ناوله اياها لايده. الله محييك. عافية عليك زعتر. حواس عم يدقوا. كفو لك زعتر، بس ما تلخر اذا بتعيدها. ادني وادنيك بسببهم اربعه. لا تشتغل شيء من كونك. امرك عمي ابو عصام، امرك. عمي موضوع البارودة وحلينا، بس بدكم تلاقونا حدا منكم يبتلوا ليلة بالكركون، لأنه أبو جودات ما عم يمرق شغلة ضرب الدرك. متنح بده حدا يبات بالكركون لو ليلة. أنا؟ إيه أنا عمي أبو زعفي. لك روح، الله يرضى عليك ويحميك يا ابني، وأنا بطلع معه كمان عمي. لا أخي أبو كرام، أنا ضربت أنا بروح على الحبس. بري عليكم، علي ما علي بتبيض الوش. عمي زعتر يلا سناوي البارودة. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك بارية حارة الطبع. اهلين يا ابو صافين. ايه عمي، هاي البارودة التقيت مدري وين كانت، ملحوشة وما حدا شايفها. شرف سيدي. تعال يا ابني يا سلوم. حاضر سيدي. خذ بارودتك ولك نلع. ايه سيدي، هاي البارودة رجعت ابو جودات. خلصنا. ممكن بمعيتك بقى هلا خاطير يبات ببيته وما ينام بالحبس الليلي. والله بده يبقى عندي. لا تحلف، لا تحلف ابو جودات، خلينا عم ناخذ ونعطي. لا تحلف، ما بدي صومك ثلاث ايام. يا بده يبقى عندي يا بده يبات بالقلعه. شي نتفاهم عليها ابو جودات، نتفاهم عليها. بس لسه اول شغله ما تفاهمنا عليها يا ابو عصام. ابو جودات البارودة تفاهمنا عليها، صارت عندك وبعدين بحكي انا وياك. نتفاهم على التنتين سيدي سوا. ماشي، بس بده يبات عندي. ليه امتى؟ لبكره العصر. ايه لبكره العصر مقدور عليها. ماشي. ابو عصام خاطر بضيافتي انا، ما تكلم. رستم. حاضر سيدي. نزل خاطر على النظاره. امرك سيدي. روح عمي روح، اتكل على الله. شرفوا انتم نتفاهم بالمكتب، تفضلوا. شرف سيدي. شرف. فوت لقلك فوت، اجيت على حضن امك وابوك. الله يقدرني ويرد لك اياها. كبير لك سلوم كبير.
بس ما عرفنا قديش عمرك. قطعت ولا لساتك بأمرك غلاظة؟ خليك فايق، لا تنام، جاي لك. عم بنتظرك. لك يلا رود ارميل. شنو رجلي عم يحكوني انت يا اكبر قدر؟ انا فرشيك. لك يلا رود شباب، نرميل. لا الحمد لله عربية. ايه الحمد لله. بس يا بي شلون لحقوا خباها؟ الله ما بعرف شلون خباها. يعني شلون قدر بهالعركة ياخذ البارودة ويخبيها مع ما تفوت بقالي. صافي ساوي لي نفس ارجيلة. من عيوني ابن عمي. يلا تصبح على خير يا بي. وانت من اهلي. آه.